متابعي قناة أسيكي للمعلومات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والذي سنقدم لكم من خلاله طريقة تحميل لعبة فورتنايت للأجهزة الضعيفة والغير مدعومة على إي بي سي جيم. فإن كنت مهتم بهذا الفيديو ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. عدنا إليكم إخواني أخواتي، لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب مع تفعيل خاصية الجرس ولايك لهذا الفيديو، وإن شاء الله اللعبة سوف تقوم بالتحميل معك، فالرابط سوف تجدون أسفل هذا الفيديو. فكما ترون لعبة فورتنايت الحمد لله اشتغلت معي بعد هذه الخطوات، فإن كنت من الأصدقاء الأساطير فابقوا معنا في هذا الفيديو، سوف نقوم بتجربة لعبة أمام عينكم، فابقوا معنا. كما تشاهدون يا أصدقاء لعبة فورتنايت اشتغلت معي، فضروري عليكم أن تقوموا بلايك لهذا الفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو لكي تقوم بالتحميل معك لعبة فورتنايت. سوف وكما ترون يا أصدقاء سوف ننتظر قليلا حينما تكمل لعبة فورتنايت، ننتظر قليلا. فضروري يا إخوان تقوموا بمشاركة الفيديو على مواقع التواصل لكي تقوموا بإن شاء الله التحميل معك لعبة فورتنايت. كما ترون يا أصدقاء سوف تشتغل معكم إن شاء الله على جميع الأجهزة، حتى لو كانت 8 جيجا و 1 جيجا في الرام إن شاء الله سوف تشتغل معكم يا أصدقاء. فعليكم أن تدعموني لكي أقوم بتنزيلكم الجديد فورتنايت إن شاء الله. فننتظر قليلا حينما تقوم بتكملة لعبة فورتنايت، ننتظر يا إخوان. فما كما تشاهدون معنا يا إخوان لعبة فورتنايت على الأجهزة الضعيفة أو القوية، فلابد من تشجيعنا بلايك وبزر سبسكرايب لكي يصلكم جديد إن شاء الله جديد لعبة فورتنايت. ننتظر قليلا حينما تقوم بتنزيل فورتنايت، فالرابط موجود أسفل الفيديو لتنزيلها، فعليكم بتخطى الرابط الموجود أسفل الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لكي تقوم بتشغيل معكم لعبة فورتنايت. فننتظر قليلا لأن الانترنت قليلة في المغرب جدا، ننتظر قليلا يا إخوان. فكما تشاهدون معنا اللعبة شغالة 100%، لكي لا تقولوا أن كذب أو أقوم بشرح لعبة كذبة أو شيء ما، فاللعبة شغالة كما ترون يا أصدقاء. فجهازي لا يتجاوز 16 جيجا ولا يتجاوز 2 جيجا في الرام، واللعبة شغالة الحمد لله بفضلكم بفضل دعمكم. سوف نلتقي الآن، سوف نقوم بتشغيل اللعبة وننتظر قليلا حينما تقوم بتشغيل معنا. فأرجوكم يا إخوان مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي تقوم بتشغيل معهم لعبة فورتنايت، لأن الشروحات في اليوتيوب كلها كذبة 90% كذبة، فقط 10% التي تكون صادقة مثل شروحات فورتنايت الموجودة على قناتي. فأرجو منكم الدعم، كما ترون لعبة فورتنايت اشتغلت معي، سوف أقوم بقتل هذا الشخص سوف أقوم بضربه. فكما ترون يا أصدقاء اللعبة شغالة.